ما نشهده اليوم والعياذ بالله من هذا الفسوق الطاغي لعبودية البدن شيء فظيع ومريع ومخيف. الأدلة عليه كثيرة جدا، لكن من أظهرها أنك لا تكاد تجد مزوجة أو بكرا غير مخدرة، لم يبقى أحد في الخدور لا مزوجة ولا بكرا غير مخدرة لم تفعل وهي قادرة أن تفعل. عانيت ماذا؟ عانيت أن تغير خلقتها فوق وتحت ووسط بحشوات السيليكون وغير السيليكون بما يعرف بالعمليات الجراحية. ليس العملية واحدة، عدد من العمليات الجراحية المستمرة حتى تغدو غيرها، حتى تغدو شيئا آخر، ساخطة على قدر الله، غير راضية بما قسم الله، غير مؤمنة بروحها، واضح أنها منكرة ساخطة على روحها والعياذ بالله. عبودية الجسد أخطر مما نظن. المفروض أن الإنسان حين يؤتى حسنا وجمالا وبهاء ذكرا كان أو أنثى أن يستثمره كيف؟ في إغواء البراء؟ في أن يعيش دون جوان؟ أن يخرب البيوت؟ أن يلعب بالعواطف؟ أن يعمل كمنحل العقد ومنحل السلوك؟ أبدا. أن يستثمر هذا في تكوين أسرة مستقرة يجتمع فيها الجمال الحسي مع الجمال الروحي والمعنوي، أليس كذلك؟ من آتاه الله نعمة من النعم، سواء كانت صحة وعافية سارية في البدن، جمالا في الهيئة والخلقة، ذكاء وفهما، مالا ووفرة ونعيما، المفروض أن يستثمر ويستغل هذه النعمة في ماذا؟ في توفير حظ أكبر من الاستقامة والصحة النفسية لنفسه، أليس كذلك؟ لا يكون مدفوعا بعقد، ما عندي عقد الحمد لله، ما عندي عقد مثل على الأقل يعني، لكن أن يجعل من هذه النعمة عقدة حقيقية لنفسه ربما تعقيدا للآخرين، فهذا من الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. فما بال الفتيات وما بال النسوة وما بال بعض الشباب والرجال في هذا الزمان العجيب الغريب، ما بالهم كما قلت ناقمون على أبدانهم، ناقمون على خلقهم، يهرعون في كل حين إلى جراح التجميل. المستفيد رقم واحد هم جراحوا التجميل، بلاستيك سيرجري، جراحة التجميل راجت بشكل غير طبيعي غير طبيعي، وتبقى تقريبا لم يبقى شيء إلا أخذ مبضعهم السبيل إليه في كل أنحاء البدن. كما قلت لكم هذا لا يتأتى إلا كردة فعل غير واعية. بماذا؟ بما يعطيه وينتجه فقر الروح وضحالة النفس واحتقار الروح واحتقار النفس. الذي يحتقر نفسه ويحتقر ذاته هو الذي يبدأ يجمل ظاهره بهذه العمليات التغييرية لما خلق الله تبارك وتعالى. مش هندخل طبعا، مش هندخل في قضية الفقه الآن حلال أو حرام، حد الحلال والحرام أعتقد معروف، تجوز هذه العمليات وأمثاله وأشكالها فقط في رد غير الطبيعي إلى المسار الطبيعي، شكل الأذنين، شكل العينين، شكل الفم، الأسنان، الأنف، أي شيء خارج عن الطبيعي، أبنورمال، مش طبيعي، مشوه. هنا الفقيه الحاذق الفاهم المؤصل يقول لك لا بأس أن يتدخل الجراح بعمل جراحي لرد غير طبيعي إلى إجادة الطبيعي. مش هنخوض في الفقه. النبي أحد الصحابة فقد أنفه في معركة، فأمره أن يتخذ أنفا من فضة. طبعا مش ارضى بقضاء الله وفي سبيل الله وخلاص، فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، فرخص له أو أرخص له أن يتخذ أنفا من ذهب
اليوم لا، لا ذهب ولا فضة، سيليكون وأشياء، وتقريبا برجع شيء طبيعي. الحمد لله، هذا من فتوحات العلم وبركات العلم الطيبة. في هذه الحدود يا حي هلا، في هذه الحدود يا حي هلا. أما ما جاوز هذا إلى ما يؤكد النقمة كما قلت لكم، ولذلك الكبر يا إخواني، الكبر. هتقول لي إيش علاقة جراحات التجميل بالكبر؟ من قال لك أن هؤلاء الذين يتكثرون بهذه ويستكثرون من هذه العمليات أنهم لا يمارسون الكبر في اليوم 100 مرة؟ وصور 24 ساعة، نفخ الشفايف ونفخ كذا، وصور صور صور صور، وتتغاير، يتغايرن البنات والنسوة، شيء سخيف جدا جدا. علماء النفس ينظرون إلى الكبر والعياذ بالله والانتفاخ على أنه اضطراب في الشخصية. كل مستكبر عند أي محلل نفسي سينظر إليه على أنه مضطرب الشخصية، يعاني اضطرابا disorder يعني في شخصيته. ولذلك الكبر عنده بمثابة آلية، ميكانيزم، آلية لستر شيء معين، يظهر من خلاله شيئا ما. لكن الحذاق والألباء خاصة من علماء النفس والمحللين يعرفون من خلال هذا الشيء الظاهر الباطن المستور، يستر به ماذا؟ شعوره بالعجز والنقص، يسموه feeling of inferiority، شعور النقص، هو يشعر بالخواء المسكين. عجيب هذا المعنى. ولذلك يستخدم الكبر والبؤ والذهاب بالنفس وإظهار العجب بالنفس والانتفاخ والعياذ بالله آلية، ميكانيزم لستر هذا الشعور المتعب بالعجز والضعف والخواء والهواء واللا قيمة واللا اعتبار. عجيب، يعني ليس كما نظن، ليس كما تظن، هذا مسكين، هذا يحتاج، هذا فقير جدا على فكرة، هو أفقر إليك منك إلي، وإن كان ذا سلطان وإن كان ذا مال وإن كان ذا علم وإن كان وإن كان وإن كان، هو أفقر إليك. هو يستجديك ماذا؟ النظرة المعجبة، أن تعجب به، واو، يستجديك المسكين، يستجديك، هو يستجديك المدحة، أن تمدحه، ولا يشبع من هذا المسكين، ولا يشبع من هذا، لأن الذي لم يشبع باطنياً، لم يغتني باطنياً، لا يشبعه المدح.